حدثنا مع بعض دلوقتي اليوم اللي هو الفلاني البدل بتاع المغنيه الانجليزيه واللي اتلخبط الاصدار فيها في بدورها في برنامج اكس فاكتور، واللي عملت اول البوم هي كانت ستوريز ووصلت بيه للقمه عن طريق اغنيه بريدنج لاف. معانا تليفون، معانا ابو رحيل. الو الو يا مركز. هنروح فاصل إعلاني ونرجع تاني، فاضل يكون أبو رحيل حاول يكلمنا تاني.